بيك مروه عويضه. اهلا وسهلا بيك. جاي لمين النهارده؟ انا جايه لابني مهند الصحن. مهند في كليه ايه؟ كليه الحربيه. قول لنا بقى اول زياره لمهند كان شعورك كان عامل ازاي؟ والله هو شعور ملخبط كتير من الفرحه يعني واحساس برضه ان فيها رهبه جامده، بس كلنا بنتمنى. حاسه ان كلهم ولادي، مبسوطه ان انا في وسطيهم النهارده، ربنا يتمم لهم ان شاء الله على خير. ايه بقى النهارده؟ والله انا مبسوطه بيه وعايزه اديله كده دافع اكتر ان ربنا يثبت اقدامه، وان شاء الله يعني قد عرض حلو يشرفنا كلنا ان شاء الله. انا بشكرك. اتعرف عليك. سعاد عبد الفتاح. اهلا وسهلا بيك. جاي مين النهارده؟ جاي الابن يوسف. يوسف في كليه ايه؟ حربيه. حربيه. حضرتك منين؟ من القاهره هنا، من التجمع. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. قول لنا بقى ابنك الفروق الشخصيه بتاعته، يعني ايه اللي اتغير فيها قبل وبعد؟ يعني هو دخل راجل بقى أرجل من الأول، حسيت بقى إنسان تاني خالص، يعني كأنه اتولد من جديد، وأنا يعني فخورة وفرحانة جدا إن ابني بقى في الحربية. تقولوا له إيه النهارده هو وزمايله؟ أقول له يا رب يا رب تقدمه عرض جميل يشرفنا ويشرف السيد الرئيس. إن شاء الله بإذن الله. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. الله يربيكي. أستاذة الدكتورة هيام أبو المعاطي، رئيس قسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة جامعة المنصورة. أهلا وسهلا بك يا دكتورة. جاي لمين النهارده؟ لابني نور الدين أشرف في أساسي كلية حربية، والحمد لله إن ربنا كرمه بقى هيصبح أحد رجال القوات المسلحة اللي دايما بنفخر بيها وبقيادتها تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة معالي الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكرهم ان اتاحوا لينا الفرصه ان احنا نتواجد معاهم ونشوف هذا الصرح العظيم لهذه المؤسسه اللي بتخرج ابطال ورجال، ويعني تاريخها حافل بكل شيء عظيم. قول لهم النهارده بقى لابنك وكل زمايلك. بقول لهم مصر امانه في رقبتكم، ارضها وسماها وترابها واولادها وشبابها واخواتكم وامهاتكم، كلنا امانه في رقبتكم، وبنقول لكم انتم امتداد لكل القيادات اللي اشرفت عليكم، فلازم تشرفوهم وتكونوا نموذج طيب لهم جميعا. انا بشكرك وان شاء الله يكون على قد المسؤوليه باذن الله. ان شاء الله. دكتور اشرف والده. ازيك يا دكتور؟ بحضرتك. تقول نتعرف بيك الاول. الدكتور اشرف عبد الهادي بيك في مجلس الدوله. تقول لابننا ايه النهارده؟ بقول له حفظكم الله ورعاكم وسداد خطاكم، وفقكم الله لما فيه خيركم في الدنيا والاخره. استاذ حسام اهلا النهارده. لادهم ابني في كليه ايه؟ ادهم. ادهم في الكليه الحربيه، والنهارده ان شاء الله يعني اليوم اللي هو انتهاء التعداد العسكري. العسكري طبعا، واحنا شاكرين للسيادة الرئيس الاول عبد الفتاح السيسي على اهتمامه واولادنا، وسيادة الوزير طبعا محمد زكي، ورئيس الأكاديمية طبعا الأشرف بيزاهر، واهتمامهم بأولادنا الصراحة والتغيير اللي عملوه فيهم ده حاجة طبعا فوق الوصف. أهم حاجة اتغيرت في ابنك بعده وقبل؟ أول حاجة الصراحة البنية الأساسية بالنسبة لنا اتغير كليا، بقى إنسان يعتمد عليه بنية أساسية. تاني حاجة التصرفات بتاعته، تصرفات بقت راجل انضباط والتزام، مع انه هو طبعا كان راجل وتربيتنا ليه الحمد لله ما فيش تقصير فيها، بس بنحس ان الكلمه دلوقتي بحساب، والخطوه بقت بحساب وفيها تنظيم والاهتمام. ده دي مواصفات العسكريه وهي اعداد القاده وصناع القاده. هي من اصغر واحد فيها لاعلى واحد فيها فهو راجل، ونعتز طبعا ان ابننا انضم طبعا للكليه الحربيه، ونشكر كل العاملين فيها او الناس اللي موجوده فيها كلها القائمين عليها. يعني نتعرف عليك. ماهر محمد سلامه. اهلا وسهلا حاج ماهر. منين حاج ماهر؟ من شبراخيت بحيري. اهلا وسهلا. جاي لمين النهارده؟ جاي لابني احمد هنا في الكليه الحربيه، انضم للكليه الحربيه. شرف لنا ان انضم لمصنع رجاء وقدوه للكل واقتدي بالقائد. نقول له ايه النهارده هو وزمايله؟ نقول له الف مبروك انك خلص الاعداد العسكري وبقى راجل ويعتمد عليه. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا بيك. محمد جوده. اهلا فضيله الشيخ. مدرس في الازهر الشريف. اهلا برجال الازهر الشريف. اهلا وسهلا. جاي لمين النهارده؟ وليد ابني ان شاء الله. كليه ايه وليد؟ وليد هنا في الكليه الحربيه. الكليه الحربيه. في سنه اولى. سنه اولى. طبعا. دي فتره الاعداد العسكري. ان شاء الله باذن الله. قول لنا بقى الفروق الشخصيه لوليد قبل وبعد ما دخل الكليه الحربيه. هو اساسا قبل ما كان يترشح يعني في الكليه كان راغب ان هو يكون في
اي مجال من مجالات القوات المسلحه حبا يعني، وهو اساسا يعني طبعه رياضي يعني، فكان راغب ان هو يخش الكليه يعني. الحمد لله. ايه بقى القائمين على الاكاديميه العسكريه والكليه الحربيه النهارده؟ ما شاء الله ما شاء الله يعني، احنا في تقدم يعني، والنظام على اعلى مستوى الحمد لله. انا بوجه كلمه لاخويا، انت بطل ان شاء الله وهتحمل اسم مصر، ودي امانه في رقبتك ولازم تحافظ عليها وتصونها، ان البلد دي محتاجه رجاله والبلد دلوقتي محتاجاك يا احمد. هذا فضلا عن تدريب الطلبه في اربعه معامل للواقع الافتراضي بمقر الاكاديميه العسكريه بالعاصمه الاداريه الجديده على موضوعات الرمايه والدروس الافتراضيه. نتعرف بيك. السيد عبد المعبود لاشين. من وسهلا بيك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. مين النهارده؟ جاي لاحمد ابني ان شاء الله. كليه ايه؟ كليه حربيه ان شاء الله. قول لاحمد ايه النهارده؟ بقول انا فخور بيك ان انت شرفتنا وشرفت اسرتك الصغيره واسرتك الكبيره، وحققت حلمنا كلنا ان احنا نشوفك في المكانه دي. قول لي بقى التغيير في شخصيته قبل وبعد ما دخل الكليه الحربيه. هو كان زي اي شاب في سنه، بيبقى عنيد، ما بيسمعش الكلام قوي، حاسس بحريه زياده. دلوقتي بقى في التزام، بقى في شخصيه قويه بيتحمل اي صعاب اي حاجه، فدي اتغيرت في شخصيته وده حباه عجباني جدا يعني. نتعرف بيك. الاسم رضا طه عيسى سليم، مدير مدرسه بالتربيه والتعليم. اهلا وسهلا بيك. جاي لمين النهارده؟ جاي لابني اسلام رضا طه. كليه ايه؟ كليه التكنولوجيا العسكريه. عسكريه التكنولوجيا. اه تمام. تقول له ايه النهارده ابننا؟ اقول له يا اسلام انا مبسوط جدا بيك وفرحان بيك، لان انت حققت يعني حلم حياتي وحلم حياتك ان شاء الله، وربنا يحفظك ويحرسك وتكون ان شاء الله كده بطل من ابطال مصر، واسمك يسمع للعالم كله ان شاء الله.